السلام عليكم حبيبتي، وصباح الخير والتفاؤل والأمل والابتسامة. يا رب نتمنى لكم يوم وأسبوع موفقين بإذن الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا روتين بنتي، اللهم بارك، روتينها من وقت الظهر إلى ما قبل النوم في فصل الصيف، كيف يكون الأنشطة تقوم بها وغير ذلك. لمهتمة تبقى معي والله مدعو على بركة الله. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. طه طه طه. وان شاء الله غادي نبداو اليوم ديالنا من وقت الظهر. كيف تشوفوا فهو وقت غذاء بالنسبه لنا، وكيف تشوفوا فهاد اليوم هذا بنتي قررت انها تعمل سلطه ديال القرص هكا مع الحمص. سلقت الروز كيف شفتوا امامكم، غتقطع الخضر ديالها بطريقتها بشويه عليها، وغادي تخلط الكل مع بعض. هاد المراحل كلهم انا تنكون معاها فيها، وتنكون مع الاخوه ديالها معاهم في المطبخ، تنرافقهم يعني خطوه خطوه، تنراقبهم، تنشوف اذا كان هناك خطر، تنساعدهم في اكتساب تقنيات الطبخ، طرق الطبخ، تعرف الوقت اللي غادي ياخذ الارز، الوقت اللي غادي ياخذ الكينوا وغير ذلك. المهم انها تكون يعني تعليميه من الدرجه الاولى وفيها استمتاع، لان الحمد لله عندي اطفالي بثلاثه بهم يحبون المطبخ كثيرا. وهنا واحد النقطه جد مهمه، وان وقت التحضير ديال اي حاجه حابينها لا يمكن ان تتجاوز 20 دقيقه، يعني هذا الشرط حتى نلتزم بالوقت اللي عندنا في البرنامج اليومي ديالنا. وهذه المساله هما عارفينها، وبالتالي على اساسها تختاروا الوجبه ديال الغداء اللي غادي ياكلوا. وطبعا ضروري ما ينظفوا المطبخ من بعد الاستعمال ديالو، ولو ان تنظيفهم يعني ليس بالتنظيف المرضي بالنسبه ليا، لكن بالنسبه لهم فهو عمل جبار. انا دائما يعني يعملوا غير فقط اللي قدروا عليه، هذا بالنسبه لي انا فهو الانجاز كله. انا دائما تنمسح من بعدهم، دائما تنظف من بعدهم، ولو يقوموا بالخطوات تنتبعهم انا دائما، ولكن في نفس الوقت خاصني نطلب منهم يقوموا بالمهمة أولا ثم أنا ثانيا. وبما أننا تنتهي من وجبة الغداء بما فيها التحضير ديالها والأكل ديالها والتنظيف ديالها على الساعة تقريبا الواحدة الواحدة وخمس دقائق، فتجي مباشرة مع وقت صلاة الظهر، تنتوضاو وتنصليو جماعة كيف تشوفوا أمامكم. وفصل الصيف فدائما تنحرص على صلاة الجماعة في مختلف أوقات الصلاة، كان باب التحبيب، باب التذكير، وباب التعويد. والله يبارك لنا في أطفالنا يا رب. مباشرة من بعد ذلك تتمر تقوم بالنشاط رقم 4 اللي تشوفوا أمامكم، وهو النشاط اللي تبقى لها من لائحة الأعمال اللي ملزمة أنها تقوم بهم في اليوم ديالها. وجوني أسئلة كثيرة من طرف المتتبعات للقناة اللي كانوا حابين يعرفوا نوعية الأنشطة اللي تندرج تحت هذا العنوان هذا، أو اللي تتقوم بهم هي في هذا الوقت هذا. هي عموما تتكون أنشطة اللي تساعدهم أنهم يستعملوا المخيلة ديالهم، أنهم يستعملوا الأشياء اللي تعلموا في خلال السنة الدراسية، أشياء اللي يستعملوا فيها اليدين ديالهم كالأشغال اليدوية، كتجارب علمية، كأي شيء أي غادي يساعدهم على التركيز. المهم أنها تتكون حاجة اللي مفيدة لهم، سواء لنمو العقل، بناء الشخصية، أو تطوير أي مهارة كانت. وتلبية لطلبكم شاركت معكم مثال على هذه الأنشطة هذه. كيف غتشوفوا هنا مختلف أنشطة أو أعمال، لكن هي ما قمتش بهم كلهم في يوم واحد، لا، أنا جمعت لكم بضعة هذه الأنشطة هذو وحبيت نشارك معكم في هذا الفيديو من باب الإفادة. هنا فقط للإشارة، فبالنسبة للتجارب العلمية ممكن تعملوا أي حاجة بيتية، يعني ممكن تبحثوا على جوجل تعملوا فقط بحث خفيف هكا تجارب علمية بأشياء منزلية، وغادي تتفاجئوا بالعدد الكبير ديال التجارب اللي ممكن تقوموا بها في البيت ديالكم وتكون مناسبة للسن الطفل ديالكم.
وبالنسبه لهذا النشاط هذا فهو واحد النشاط اكثر من رائع. الاسم ديالو راه مكتوب على الشاشه امامكم، الصراحه روعه كيف قلت لكم، يساعد كثيرا ويعود الطفل على التركيز، التركيز وكذلك الدقه والصبر كيف تشوفوا امامكم. هي مطلوب منها انها تاخذ هذوك اللي بيلي امامكم كتشوفوهم صغار كتير، يعني الواحد ما يقدرش حتى يمسكهم بالاصبع ديالهم، تتمسكهم بهذيك يشبه قلم وتتوضعهم في المكان المخصص باحترام الكود اللي عندها على الجانب. نشاط كتير ممتع قلت لكم، يطور مهارات كثيره عند الطفل. ومثال اخر الا وهو الصباغه، فان تنعرفوا بان الصباغه ممكن الطفل يمل منها بسرعه، تعطيوه دائما ورقه وتنخليوه يصبغ. لا، الا نوعنا وطورنا غير شويه وابدعنا شويه في الطريقه اللي نعطيو للطفل يصبغ فيها، فممكن نحفزوه ونشجعوه ونحببوه في النشاط كل مره اقترحنا عليه فيها. كيف تشوفوا امامكم، هذه المره استعملت كرتونه هكا في الحديقه بما ان كان الجو جميل، ممكن تعملوها على البالكون، ممكن تحطوها في الارض عندكم، غير فرشوا شيء قبل ما توضعوا الكرتونه تحت الطفل ما يوسخ لكمش الارضيه، وتخليوه يرسم كيف يحب. ممكن يستعمل يدين ديالو في الراس، ممكن يستعمل كؤوس، او ممكن حتى الام تستعمل هذاك الستائر ديال الحمام اللي تكونوا شفافين او في اللون الابيض، تعلقوا له على الحائط سواء خارج البيت ولا في البيت وتخليه يصبغ فيهم، تيكون كتير ممتع مختلف. او ممكن تخليه حتى يصبغ على النافذه اللي عندكم، شي نافذه اللي ما يعني بعيده على الاتات وممكن الطفل يصبغ فيها ومن بعد ذلك يمسح الرسم ديالو فيما بعد. المهم ان الام تكون عارفه بان ممكن نفس النشاط تنوع فيه وتغير فيه، وغادي يبقى دائما عند الطفل شغف انه يقوم به لانه غادي يجرب حاجه جديده. الاطفال ما تاخذهمش حاجه كثيره حتى نفرحوهم بها. ومثال اخير على هذا النوع ديال الانشطه، كاين هذا لي بريسلت هذا وهذا لي براسلي كتشوفوا امامكم، اللي تعملوا من الخيط اللي عامل كيف الصوف هكا، غير هو تيكون رقيق نوعا ما، خاص بهذا النوع ديال لي براسلي كتشوفوا امامكم. انا عملت لهم فيديو اللي بين لهم طرق مختلفه لصناعه هذا النوع ديال لي براسلي، وهما اختاروا وحده اللي جاتهم في المتناول وسهله بالنسبه لهم. والجميل في هذا النشاط هذا انه تيلهي الاطفال مده طويله، لان تياخذ صبر، تياخذ دقه، تياخذ تركيز. المهم ان صناعه هاد لي بريسلت هادو بهالطريقه هادي فتتنمي عندهم مهارات كثيره كيف غادي تكونوا لاحظتوا، وممكن انكم تشجعوهم يصنعوا يعني بريسلت للاخ ديالهم، الاخت ديالهم اللي اصغر سنا ليكم، الاب ديالهم. المهم ان الهدف انكم تشجعوهم انهم يصنعوا منهم عدد كبير هكا باشكال مختلفه، لما لا. ودائما في نفس الفترة الزمنية، فبنتي كذلك اللهم بارك تتشتغل في هذا الكتاب هذا اللي تتشوفوا أمامكم، هذا الكتاب اللي تتطرق للعقيدة الدينية ديالنا يعني ديال الدين الإسلامي، تتكلم على الله، تتكلم على الحلال، تتكلم على الكفر، على الشرك، على الجنة، على أشياء كثيرة اللي هي واحد المفاهيم اللي حساسة بالنسبة للطفل وبعض المرات يكون صعب أننا نوصلها لهم. المهم أنه هنا تتطرق لها بواحد الطريقه اللي هي ممتعه للطفل، فيها قراءه نص اللي تكون عباره عن رسومات كيف تشوفوا امامكم، وهي كل ما جاوبت على الاسئله بالطريقه الصحيحه فهي تتمر للمرحله المواليه، وهكذا يعني كانه مسابقه، كانها واحد المسابقه للبحث عن الكنز، نفس المبدا تقريبا غير هو في اطار ديني عقائدي. انا تنشوفو ككتاب لمراجعه المفاهيم والترسيخ ديالها يعني في عقل الطفل، واحد كتاب اكثر من رائع. ومن بعد ذلك تيجي وقت اللعب الحر كيف شفنا في الروتين الصباحي، خالي من الاجهزه الالكترونيه والشاشات، بل هي مطالبه بانها تلعب اي حاجه اخرى تحبها، ممكن خارج البيت كيف داخل البيت. هذه المساله تتوقف على الجو كيف هو، اذا كان الجو يعني غير مناسب فضروري ما غادي يلعبوا في البيت، اذا كان الجو مناسب حتى تخرجوا يلعبوا بالماء، يلعبوا باي شيء هما حابينه.
ومن بعد ذلك يحين وقت وجبة العشاء اللي هي الوجبة الرئيسية عندنا احنا هنا. وبنتي اللهم بارك كيف تشوفوا امامكم، فتتساعد في تحضير طاولة العشاء، وضروري ما تركزوا مع اطفالكم على هذه النقطة هذه ديال اشراكهم وتكليفهم بعض المهمات. انا عارفة تنتكلم فيها كثير وتنرجع نفكركم فيها لانها جد مهمة وتتساعد الام كثيرا، لهذا تنحفزكم عليها يا امهات. ثم بعد ذلك عندها حصه ديال الانجليزيه كيف تشوفوا امامكم اونلاين، تتمرن على اللغه الانجليزيه ديالها وتتحسن منها وعلى النطق ديالها كيف تشوفوا امامكم. المهم تتبقى هكا لمده ساعه زمن، وعلى الساعة السابعة هكا مساء تبدأ تحضير أو الاستعداد بالأحرى لوقت النوم أو لروتين النوم. وأول حاجة تنبداو بها في هذا الروتين هذا ألا وهو مراجعة ديال الصور القرآنية اللي حافظة بنتي اللهم بارك، فتتعرضوا عليا اللهم بارك من باب أنهم يترسخوا أكثر في الذهن ديالها ومن باب التذكير بهم، لأن تتعرفوا الأشياء اللي بعدنا عليها أو ما استعملناهاش كثيرا فتنسوها مع الوقت للأسف، تفاديا لهذه المسألة فتنراجع معهم الصور اللي حافظين على قدر المستطاع. وكان هذا هو اليوم ديالنا، وكان هذا هو البرنامج اللي معتمدة للفترة ديال الظهيرة كيف شفتوا معايا، متنوع مناسب ليا. نتوما خذوا الأفكار اللي تناسبكم، خذوا الأشياء اللي تقدروا تطبقوها في حياتكم اليومية. انا شاركت معكم باب الافاده، نتمنى ان تكونوا استفدتوا وخذتوا افكار كثيره لتفيدكم مع اطفالكم. اللهم بارك فيهم، والله يبارك لنا في اطفالنا يا رب ونشوفهم كيف حابين. ممكن تسألوا هل هناك وقت للشاشة أو الأجهزة الإلكترونية؟ نعم، لكن على قدر المستطاع تنحاول نجنبه في هذه الأربعة أيام من الأسبوع، وتنخليه غير فقط لنهاية الأسبوع تكون هكذا أحسن، لكن لكل قاعدة استثناء. يعني لكن أيام طويلة هكا فيها مطر، فبعض المرات تنضطر أنني هذاك الوقت ديال اللعب الحر ندخل لهم شوية ديال التلفاز. مهم ان الام دائما تكون يعني مرنه في القرارات ديالها وفي البرنامج ديالها. الى استفدتوا من الفيديو وخديتوا منه افكار، ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم. ما بقى لي غير نخليكم في امان الله، والسلام عليكم.